بخلاف طبعا ان بيومي فؤاد مذهل طبعا مذهل كمجرة العادة. انا لاحظت حاجة بقى، انه هي الكاركتر بتاع الدكتور ده، غير ان هو راجل بيصلح عربيات وانا مش عارف ايه اللي علاقته بالابحاث العلمية، في تركيبة حاصلة ما بين شكل الشعر، النضارة شديدة الغرابة اللي هو لابسها، الصوت، كل ده امر ملحوظ. انا اللي ركزت فيه جدا ان في همة كده هو بيعملها. ايوه دي الحاجات دي بتبقى حاجة موجودة في ذهن حمزة، أو حاجة قاعد عمال بيحضرها حمزة، أو حاجة بتحصل وحمزة شغال بيلاقي نفسه بيعمل كده. لا، وانا شغال ده بيبقى ارتجال. حتى دوري في الدكتور ممدوح اللي كان برضو في الكبير في كان برضو كده، موضوع صعب جدا، وهو بتاع ربنا فعلا. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى فعلا والله اللي بيخلينا نقول، وهو اللي بيدينا القبول، وهو اللي بيخلينا اللي بيلهمنا الافكار دي حقيقة. الواحد ممكن يبقى ليه مثلا قدر واحد في الالف من ده. وطبعا في ناس ساعدت، يعني احمد مصطفى اللي عامل الكوافير والحاجات ده ساعد في الشكل، اسلام اليكس برضو فكره الصلعه، ومعاه بنوته اسمها زينب هي اللي عملت الموضوع ده. فاتعمل الكاركتر وحسيت ان في حاجه ناقصه، قلت لهم عايز نظاره، فجابوا لي كام نظاره، قلت لهم ايوه هي دي. طب البيبيونات، فقعدت انقي ده. الصوت ما كانش، ما فيش حاجه حاضره يا استاذ يوسف، كله كده. فاتناقشت مع استاذ احمد الجندي، هل اعمله كده ولا اعمله صوت رفيع؟ قال لي تعالى نجرب الرفيع. اتورطت طبعا، طبعا لان اكتشفت ان الطبقه صعبه جدا. اه وانا كمان صوتي رايح بسبب الشغل في الحاجات التانيه، وعندي في رساله الامام في طبقه تانيه، وفي زعيق، وفي حاجات، موضوع صعب، وفي ارهاق شديد لاني كنت بصور بقالي شهور. فالحمد لله ربنا كرم يعني.